بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 11 بعد 102. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن حكم كثرة اللعن، وما الحكم في التلفظ بكلمة فيها لعن لشخص آخر، وما العقاب المستحق لذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمفترض في المسلم عفة اللسان عن اللغو وعن السب والشتم، ألا يقول إلا كلاما طيبا ونافعا ومفيدا، ويتجنب اللغط. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بالسباب ولا بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ولنا فيه صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة. والله جل وعلا قال: إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب يرفع إلى الله عز وجل، والكلم الطيب ما كان من ذكر الله من التسبيح والتهليل تحميد تكبير، وكذلك من الكلم الطيب تلاوة القرآن والذكر والموعظة والدعوة إلى الله عز وجل، ومن الكلم الطيب الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، تعليم الجهال أمور دينهم، كل هذا من الكلم الطيب. نعم، أحسن الله إليكم. يقول يا فضيلة الشيخ هذا السائل أبو عبد الله: اشتريت لوالدتي الكبيرة في السن جهاز يحسب الذكر بعد الصلاة لأنها تنسى، ما رأيكم بهذا الجهاز؟ لا داعي إليه، وهذا من التكلف. هذا من التكلف، تذكر الله على حسب استطاعتها ولو نسيت لا بأس بذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول الشيخ هذا السائل: ما مدى صحة هذا الحديث: من قرأ قل هو الله أحد في ليلة 1000 مرة فقد شرى نفسه من الله، وما معنى ذلك؟ لا أعرف هذا الحديث، لكن سورة الإخلاص الحديث الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن الفضل والخير، لأنها صفة الله عز وجل، هي النوع الثالث من أنواع التوحيد فيها. لأن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وهذه السورة في الأسماء والصفات: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. هذا السائل يقول: الشيخ، تم العثور على بكرة صغيرة السن حديثة الولادة في البر بالقرب من موقع إبلي، وتم وضعها مع القطيع لدي لإعطائها الغذاء والمتابعة، كيف أعرفها؟ نعم، تنادي عليها في مجامع الناس وفي الأمكنة التي تطمع أن صاحبها موجود فيها. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل عن تحية المسجد: هل تؤدى في أوقات النهي، ومتى وقتها، وإذا لم يتيسر أن تؤدى هل تسقط؟ تحية المسجد سنة ليست واجبة على قول الجمهور، وإذا فعلها في غير وقت النهي فهي سنة مستحب، وأما وقت النهي فهو محل خلاف بين العلماء، فإن صلاها لا بأس وإن تركها فلا بأس، لأن كل من الحالتين له مستند من الأحاديث، والعلماء مختلفون في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل مقيم بالرياض يقول: أرجو من الشيخ الإجابة على سؤالي، وهو: ما الحكم في الشخص الذي يشك في براءة زوجته من خيانته، وإذا وردته مثل هذه الظنون وهذه الشكوك كيف يتعامل؟ مأجورين. عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويترك هذه الوساوس، لأنها من الشيطان، وهو يعرف زوجته فلا يشك فيها. أما إذا كانت محل شك ورأى منها ما يشك فيه صار لذلك شبهة ومبرر، عليه أن يناصحها وأن يؤكد عليها، فإن التزمت
وحافظت على سمتها وخلقها، وإلا فليفارقها. الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ أبو علاء سوري مقيم بالرياض يقول: دخل أخي المستشفى لمدة 4 أيام ولم يصلي نظرا لأنه كان مستلقي على السرير، وبعد أن خرج صلى هذه الصلوات مرتبة. هذا أخطأ خطأ كبيرا، واجب أنه صلى ولو كان مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كما في الحديث: صلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. يصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يترك الصلاة ويقول إذا خرجت أصلي، لا يجوز هذا. يصلي على حسب حاله، وإن استطاع الطهارة بالماء فعل، وإن لم يستطع فيتيمم بالتراب. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا الأخ مقيم بالرياض أيضا يقول بأنني عامل وتعامل مع البوية في جدران، ويبقى على يدي هذه الصبغة أثناء الوضوء، هل يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ نعم، يمنع وصول الماء إلى البشرة، فعليه أن يزيله، وهناك مواد تزيل البوية عن اليد أو عن ما أصابته، فيستعمل ذلك. نعم. يسأل الشيخ هذا السائل عن حكم ترتيل الأحاديث عندما أقرأ في رياض الصالحين أو في غيره مثل ترتيل القرآن، هل في ذلك بأس؟ مثل ترتيل القرآن بالغنة والإدغام والمدود، لا، ليس قرآنا، ولكن يقرأه بالصوت الذي يرغب المستمعين، يجلب المستمعين، يحسن صوته به، ولا يسمى هذا ترتيلا، يسمى تحسين الصوت بقراءة الحديث حتى يستجلب من حوله. نعم. الأخت أم أسامة تقول: الشيخ، ما حكم التورك في التشهد، وهل هو خاص بالرجال دون النساء؟ الصحيح أنه لا فرق بين الرجال والنساء في شيء من أحكام الصلاة من ناحية تورك أو الافتراش أو غير ذلك، إنما الفرق بين الرجال والنساء في الصلاة في أمور معينة ومعروفة. نعم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ بأنني شاب أقبلت على الله وتبت من جميع الذنوب، ولكن علي الديون لم أستطع سدادها، فهل توبتي تقبل، وما شروط التوبة الخالصة؟ توبة تقبل فيما بينك وبين الله من المعاصي التي تتعلق بحق الله، إذا تبت منها توبة صحيحة غفر الله لك وتاب عليك. أما حقوق المخلوقين فلا تسقطها التوبة، لا بد من أدائها إليهم أو مسامحتهم عنها، ولا تسقطها التوبة. وشروط التوبة: ترك الذنب والابتعاد عنه، والعزم ألا يعود إليه، والندم على ما فات منه، والرابع أن يؤدي حقوق المخلوقين إليهم. نعم. جزاكم الله خيرا. في آخر فقرة من فقرات الأخ السائل يقول: في الحديث إسباغ الوضوء على المكاره، ما المقصود به بذلك، وهل يؤجر الإنسان إذا توضأ لكل فرض في الصلاة؟ إسباغ الوضوء على المكاره يعني في وقت البرد، في وقت البرد يصبر، إذا لم يكن عنده وسيلة يسخن بها الماء وفيه برد ومشقة يصبر على ذلك. في الحديث الآخر: إسباغ الوضوء في السبرات، يعني في البرد، يصبر على ذلك ما دام متحملا. ما إذا بلغ الأمر إلى شيء لا يتحمل من البرودة فإنه يتيمم، وليس عنده ما يسخن به الماء. يقول: إذا توضأت لكل فرض. نعم، تجديد الوضوء مستحب لكل فرض، إذا صليت به وأردت أن تصلي مرة ثانية فيستحب أن تتوضأ وتجدد الوضوء. نعم. أحسن الله إليك. يسأل أخيرا في فقرة أخيرة في سؤاله: هل تقضى الرواتب إذا فات وقتها؟ لا بأس بذلك، قضيت راتبة الفجر بعدها، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وشغل صلى الله عليه وسلم عن راتبة الظهر قضاها بعد العصر، وإذا فاته الوتر بالليل فإنه يقضيه في النهار الضحى بعد ارتفاع الشمس ويشفعه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الأخ محمد يقول: ولله الحمد أنا مؤمن بالله عز وجل ومحافظ على صلواتي، ولكن يا شيخ صالح عندي خوف غير طبيعي وأخاف من كل شيء، هل هذا الخوف يخل بعقيدتي؟ لا يخل بعقيدتك إن شاء الله، ما دام لم تتكلم أو تعمل ما يخالف العقيدة فلا يخل بعقيدتك، ولكن عليك بالاستعاذة من الشيطان والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن. نعم. يقول: نحن نقرأ القرآن بصورة جماعية بعد صلاة الصبح والمغرب،
وذلك لتناسق الأصوات فيما بيننا ونردد خلف المدرس. أما قراءة القرآن جماعيا لأجل ما ذكره السائل بعد الفجر وبعد المغرب لا يجوز ترتيب هذا. وأيضا الصوت الجماعي بدعة إلا في التعليم، إذا كان المدرس يلقي عليكم الآية تقرؤونها متابعة له لتضبطوها ما في مانع للتعليم، أما للتلاوة فلا، لا يتلى القرآن جماعيا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التيمم فضيلة الشيخ؟ ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيديه التراب ومسح بهما وجهه وكفيه ضربة واحدة، قسمها بين وجهه وكفيه. نعم. هذا يسأل فضيلة الشيخ يقول: ما واجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل محبة أحد الصحابة أكثر من الآخرين مع اعتقاد فضلهم ينافي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ محبة الصحابة واجبة وهي دين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبغضهم نفاق والعياذ بالله، فلا يبغضهم إلا منافق أو كافر ليغيظ بهم الكفار كما قال الله جل وعلا. والواجب لهم المحبة الخالصة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه جاءت في آخر آية المهاجرين والأنصار الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني بعد المهاجرين والأنصار. حبتهم والاقتداء بهم وعدم تنقصهم أو تنقص أحد منهم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لهم فضل عظيم، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين حملوا لنا هذا الدين وبلغوه لنا، هم الذين نشروا هذا الدين في المشارق والمغارب بدعوتهم وجهادهم. فيجب محبتهم والاقتداء بهم والثناء عليهم، وكونه يحب بعضهم أكثر من بعض لفضل بعضهم على بعض لا بأس بذلك. أبو بكر رضي الله عنه يحب أكثر من غيره، كذلك بقية الخلفاء الراشدين، بقية العشرة المبشرين بالجنة. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: إذا نويت يوم الاثنين مثلا أن أصوم يوم الخميس والجمعة القادمين قضاء، فهل علي في كل ليلة من كل يوم أن أنوي مرة أخرى؟ وإذا نسيت فهل يعتبر صومي مجزئا؟ لا بد من النية للصوم الواجب قبل طلوع الفجر، فإذا لم تنوي لم يصح صومك فرضا، والنية قبل طلوع الفجر، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل كما في الحديث، هذا في الفريضة. ويجب أن تنوي لكل يوم، لأن يعني كل يوم عبادة مستقلة، ولا تكفي نية واحدة لا لهما أو لا للأيام. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ هذا يسأل ويقول في سؤال له: بالنسبة للدعاء، إذا دعا الإنسان أن يكشف عنه ضر أو أن يفرج له كربة، واستمر هذا الأمر عدة أيام وعدة شهور ولم يستجب له، هل في عقيدته خلل؟ لا ييأس ولا يقنط من الإجابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل: وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. وإذا دعا المسلم بدعوة فإنه لا تضيع عند الله، إما أن يعجل له الإجابة، وإما أن يدخر له أحسن منها، وإما أن يؤجلها لعلمه أن ذلك خيرا له، أن ذلك خير له في مستقبله. فيكل الأمر إلى الله، والدعاء عبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا الأخ أبو عبد الله يقول لي: أخ أكبر مني يتلاعب بألفاظ الطلاق، وقد نصحناه كثيرا، ويقول بأنني لا أقصد أن طلاق امرأتي أم فلان، ما حكم هذا التلاعب بالألفاظ؟ هذا لا يعفيه أنه ما يقصد، يقع الطلاق عليه، إذا تلفظ به وقع الطلاق عليه ولو لم ينويه. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، طلاق والعتاق والرجعة. لا يتلاعب بالطلاق، يقع
الطلاق ولو كان مازحا ولو كان ما قصده. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل محمد يقول: أنا رجل تاجر وعندي محلات لبيع الملابس الجاهزة وحال عليها الحول للزكاة، كيف تحسب زكاة هذه الملابس وخصوصا بأنني أعمل في شركة بها بضاعة؟ تجرد ما عندك من الملابس وغيرها من البضائع، تجردها وتقوم كل نوع منها بما يساويه وعند احتمام الحول، وتجمل ذلك تخرج ربع العشر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للكفارات هل هي متساوية، وكيف يدفع الإنسان هذه الكفارات، وهل تختلف من مكان إلى آخر؟ من حيث الوجوب متساوية كلها تجب، ومن حيث النوعية مختلفة. كفارة القتل غير كفارة اليمين بالله عز وجل، كفارة الظهار غير كفارة اليمين بالله عز وجل، هي تختلف في كفاراتها. نعم. يقول هذه السائلة: فضيلة الشيخ، أرجو إفادتي حفظكم الله عن حكم سماع قراءة القرآن بالنسبة للرجل الجنب سواء كان رجل أو امرأة. لا بأس أن يستمع الجنب للقرآن الكريم رجلا كان أو امرأة، إنما الممنوع أن يقرأ هو شيئا من القرآن وعليه جنابه حتى يغتسل. نعم. يسأل هذا السائل يا فضيلة الشيخ ويقول: هل يجوز لي الجمع والقصر من الزلف إلى المجمعة، حيث أنني أتردد يوميا على ذلك؟ إذا كان ما بينهما يبلغ 80 كيلو فأكثر، ما بين نهاية بنيان الزلف وبداية بنيان المجمعة أو العكس، يبلغ 80 كيلو، فإنك تجمع وتقصر ولو تكرر ذلك في كل يوم. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل فضيلة الشيخ بالنسبة للرضاعة المحرم، وتقول السائلة أيضا فضيلة الشيخ بأن والدتي تقول: أظن أو يظهر لي، هذه العبارات هل يعتد بها في الرضاع؟ الشك لا يثبت المحرمة في الرضاع حتى يعلم ويتيق، الشك لا يكفي، لأن الأصل عدم الرضاع. وأما النصاب الذي يحرم من الرضاعات فهو 5 على الصحيح، 5 رضاعات بمعنى 5 مصات، 5 مصات يمص الثدي وينزل عليه أو يدر عليه لبن في كل مرة، وذلك مدة الحولين. نعم. أحسن الله إليك شيخ. هذا يقول: ورثت عن والدي مكتبة كبيرة وعظيمة بها أمهات الكتب، وأنا الحقيقة يا شيخ صالح يقول لست ممن الذين يكثرون القراءة ولم أستفد فيها، بماذا تنصحونني مأجورين بهذه المكتبة؟ إن كان معك ورثة فهي لك وللورثة، تباع ويوزع ثمنها على الميراث، إلا إذا سمحوا أو ما معك ورثة وسمحت بأن توضع في مكان يستفيد منها الناس، تكون مكتبة عامة يستفيد منها المراجعون، فهذا أحسن. وإذا لم تستطع ترتيبها لأنها تحتاج إلى قيم وموظف، فإنك تهديها إلى إحدى الجامعات، تهديها إلى إحدى الجامعات الإسلامية لتضمها إلى مكتباتها ليستفاد منها، أو إلى المكتبات التي في الجوامع الكبار والمساجد، المكتبات المعتبرة. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ عبد العزيز يقول: شيخ صالح، عندي أخ لا يصلي ولا يصوم مع أنه يسكن معي، هل أصله وأتكلم معه؟ كيف يتعامل المسلم مع مثل هذا مأجوري؟ إذا كان معه عقله فإنه ليس بمسلم، هذا كافر، الذي لا يصلي ولا يصوم هذا ليس بمسلم، ولا يجوز محبته. هتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، يجب مقاطعته والبعد عنه حتى يتوب إلى الله عز وجل، ولا تساكنه. إن كان البيت لك يخرج هو، وإن كان البيت له تخرج أنت ولا تساكنه. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.